عندي النهارده ما عنديش فراخ، انا عندي وراك. حلو قوي، مراك هي الفراخ، هي كلها فراخ واحده. عندي وراك، اربع خمس وراك ست وراك حسب ما انت عايزه العدد. هتبلها، اتبلها بايه؟ عندي بصل وطماطم مبشوره وعصير ليمون وكمون وشويه ملح وفلفل، وعندي كمان فحم عشان اشيك الليله. شيك بقى الايه؟ الحركه بتاعت تديني بقى ريحه فحم، كاني شوي على الفحم بالظبط. فهاخد هنا اعمل التتبيله، وبسم الله البصل المبشور ما تكترش قوي فيها، ما تكترش فيها التسبيكه بتاعتها او التتبيله بتاعتها. بصل، طماطم، كمون، عصير ليمون، عصير ليمونه واحده، نص ليمونه يعني معلقه صغيره، ملح وفلفل، الفرخة بتاخد معلقة ملح. طبعا اللي بيعملوا رجيم ما بياخدوش ملح كتير والكلام ده كله، في ملح صخري. الملح الصخري ده بيبقى هو غالي شوية، ولكن انتوا بقى بتعملوا رجيم بتكلفوا حاجات كتير صراحة ما جاتش على الملح، فتجيبوا الملح الصخري ده، وهو أصلا تأثيره بيبقى حادق قوي، يعني بتاخدوا منه كمية قليلة جدا، حتى ممكن تعملوا منه مخلل برضه حلو قوي. حطي مثلا على الكيلو الخيار معلقتين من الملح بس اللي هو ملح الصخري. وشوية زيت. تمام كده، هنزل بقى الايه؟ الفراخ، وراك الفراخ او فرخة اي حاجة طبعا زي ما انت عايزة. اهو حد واكل وراكها اهو. هاخد بقى ايه؟ ادي كده الفراخ اللي هناكلها جنب الايه، ودي خليها غطا للصواني على طول، دي بتسهل برضو في المطبخ قوي. احنا كده ايه، بص الفراخ اتقلبت اهي، وبكمل سواها عادي خالص اهي، بخليها تستوي. شايفين بقى هنا في ايه؟ خلاص اتبقى حبه الزيت بس اللي هنا اللي انا كنت حطاهم في الاول، اول فرخه نزلته. هنزل باقي الصلصه دي بتاعتي اهي جنبها كده، واسيبها باقي حبه التتبيله، اسيبها تتثبت مع خلاص الفرخه بتستوي.